أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل الحب والخير. نشرة السادسة من تلفزيون فلسطين نبدأها بالعناوين. شهدان برصاص الاحتلال، إحداهما متأثر بجروحه في الخليل وغزة. السيد الرئيس يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتنكأ في حل القضية الفلسطينية. تواصل فعاليات التضامن مع الأسير بلال كايد ورفاقه المضربين، وعدد المضربين يتخطى 100. كانت هذه عناوين نشرة، وليكم التفاصيل. وأعزائنا المشاهدين، ننتقل بكم إلى مقر الرئاسة، حيث يستقبل السيد الرئيس محمود عباس واجب العزاء بوفاة شقيقه المرحوم عمر عباس الذي وفته المنية قبل أيام قليلة في العاصمة القطرية الدوحة. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة نعود إلى استكمال نشرتنا الإخبارية، ونلفت عنايتكم إلى أنه بإمكانكم متابعة وقائع تقبل التعازي على قناة فلسطين مباشر. استشهد الشاب محمد الفقيه برصاص وقذائف قوات الاحتلال في بلدة سوريف شمال غرب الخليل. يأتي ذلك في الوقت الذي عم فيه الإضراب والحداد التجاري في البلدة احتجاجا على عملية الاغتيال. هذا هو المشهد الذي أصبحت عليه بلدة صوريف شمال غرب الخليل بعد ليلة طويلة وقاسية على محافظة الخليل بأسرها. انتهت باستشهاد الشاب محمد الفقيه الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية عتنائيل وقتل فيها حاخاما يهودي. وبعدما يقارب الشهر من البحث وبشكل فجائي اقتحم الاحتلال البلدة وحاصر هذا المنزل. أعداد ضخمة من الجنود يقدروا بالمئات إذا ما كانش بالألاف أيضا كانوا متواجدين في المنطقة. تم تدمير شبكة الكهرباء في المنطقة، تم تدمير الشارع الرئيسي اللي يصل صوريف بالخليل، تم تدمير البناية من 4 طبقات، وفقد ساكني هذه البناية كل ما يملكون، لم يبقى لهم شيء، حتى ملابس غيار لم يكن لأحد منهم موجود. 6 ساعات من الحصار صاحبها إطلاق كثيف للرصاص الحي والقذائف تجاه هذا المنزل الذي تواجد فيه محمد بعد أن رفض الاستجابة للجنود وتسليم نفسه، فاستخدموا جميع أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ والقنابل، كما قاموا بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة بشكل كامل. البيت اتحاصر والبيت بلش عليه ضرب النار وبلش عليه ضرب الصواريخ وبلش هدم في البيت، طبعا هذا كله بدون أي انذار، بدون أي تحذير، بدون أي مقدمات، بدون ما ناخذ فرصة نطلع أي وثيقة، نطلع أي صورة من البيت. البيت نهدد على الموجود فيه. تم محاصرة المنزل، منزل المستهدف اللي هو كما ترون أمامكم. في البداية تم إطلاق النار بشكل كثيف على الأشخاص المتواجدين في المنزل، وتم ترهيبهم وترويعهم.
جرافات الاحتلال تدخلت لتقوم بهدم المنزل على ما فيه بعد أن أخلي من ساكنيه دون سابق إنذار، حيث لم يتسنى لهم إخراج أي شيء من مساكنهم. 3 طوابق وكل طابق يحتوي على شقتين كلها سويت بالأرض، لينتهي الهجوم بانسحاب جنود الاحتلال بعد انتشال جثمان الشهيد وأخذه معهم، في مشهد يوضح للعالم مدى همجية الاحتلال وسياساته الإجرامية. هذا هو سيناريو الاحتلال: حصار وإغلاق واقتحام ومن ثم إعدام، ليصبح المشهد على ما هو عليه الآن. من بلدة سوريف شمال غرب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين. وفي خان يونس استشهدت المواطنة هدي أبو شمال متأثرة بجروحها، وكانت المواطنة أصيبت برصاص الاحتلال قبل 15 عاما، ومنذ ذلك الحين تعاني من إصابتها حتى فارقت الحياة. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن الولايات المتحدة الأمريكية تتلكأ في حل القضية الفلسطينية. أمريكا وجدت ذريعة، القضية السورية، مرة القضية الليبية، مرة القضية العراقية، وممكن أن تخترع مرة قضية أوكرانيا، يعني كل مرة ممكن أن تجد سببا ما للتعطيل، سببا ما للتأخير، وتقول نحن مشغولون بهذا انتظروا، نحن مشغولون بهذا انتظروا. لكن واضح جدا أن أمريكا هي التي تتلكأ، وهي التي ترفض، وهي التي تحاول أن تؤجل وتقدم قضية وتؤخر قضية، ومعروف تماما أنها بدون حل القضية الفلسطينية ستبقى قضية سوريا وقضية العراق وقضية ليبيا وقضية اليمن وقضايا الإرهاب أيضا، وقضايا الإرهاب الدولي كلها موجودة، لأنه كله نشأ بحجة أنه هناك في قضية فلسطين. وأضاف سيادته في مقابلة مع تلفزيون سوداني أن إسرائيل ستدمر المستوطنات بأيديها لأن الاستيطان غير شرعي. عندما شعروا بأن وجودهم في غزة غير مجدي دمروا 18 مستوطنة. هم يعرفون تمام أن هذا غير قانوني، هم سيدمرون هذه المستوطنات بأيديهم بأيديهم. ليش؟ لأنه نحن نقول هذا الاستيطان غير شرعي. ابني لا مانع وعمر لا مانع، لكن هذه الأرض ليست أرضك، عليك أن تغادرها. إذا لم تغادرها اليوم ستغادرها غدا، وستغادرها بخاطرك وبرغبتك، لأنك أنت معتدي في النتيجة إذا أردت سلام. وجدد السيد الرئيس تأكيده على عدم الاعتراف بيهودية إسرائيل. دولة يهودية هذا مش شأني، ولن أعترف بها ولن أقبل ذلك. وسبق في عام 1993 في الاعتراف المتبادل بين المرحوم عرفات ورابين أنه اعترف، هذاك اعترف بمنظمة التحرير وذاك اعترف بدولة إسرائيل، انتهى. عندما عقدت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر لم تطلب منها الاعتراف بيهودية الدولة. عندما عقدت اتفاقية عربة وادي عربة مع الأردن لم تطلب من الأردن. لماذا تطلب منا نحن أن نعترف بيهودية الدولة؟ اذهب إلى الجمعية العامة وغير اسمك، إذا كنت تريد أن تغير غير اسمك. وقال سيادته أن القضية الفلسطينية تريد من المبادرة الفرنسية أن تعيد القضية الفلسطينية إلى العالم. ماذا نريد بالمبادرة الفرنسية؟ نريد أن نعيد القضية إلى العالم، إلى دول العالم، اللي تكون دولية، باعتبار أن القرارات التي لدينا هي قرارات دولية، قرارات أمم متحدة، وما يتفرع عن أمم متحدة من مؤسسات، هذه القرارات نريدها أن تطبق. كيف تطبق؟ تطبق من خلال آلية دولية. أعرب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله عن ارتياح القيادة والحكومة والمواطنين لنتائج الحملة الأمنية وجهود المؤسسة الأمنية في توفير الأمن وتحقيق الاستقرار في مختلف المحافظات وتقديم الخارجين عن القانون للعدالة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية ومديري العمليات لمحافظات الضفة، حيث بحث معهم آخر التطورات الميدانية، مؤكدا استمرار الجهود لإنهاء مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
إلى ذلك بحث رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم سبل تعزيز التعاون ودعم المشاريع الحيوية في فلسطين. وقدم الحمد الله الشكر لممثل البنك الدولي في فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية على جهوده التي بذلها خلال مدة عمله. اعتبر مراقبون دعوة الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال وقف الاستيطان في القدس المحتلة انسجاما مع نداء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لا ترتقي وحجم المخاطر المترتبة على إمعان إسرائيل في الاستيطان المدمر لحل الدولتين. في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال التمادي بسياسة الاستيطان والإحلال خاصة بحق مدينة القدس المحتلة لبسط سيطرتها بالكامل عليها، دعا الاتحاد الأوروبي حكومة تل أبيب إلى وقف نشاطها الاستيطاني انسجاما مع نداء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي دعت إسرائيل قبل أسابيع للتخلي عن سياساتها الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين. رغم احترامنا لهذه البيانات وهذه التصريحات وهذه الإدانات إلا أنها أثبتت أنها غير كافية، وكما هو ملاحظ الرد الإسرائيلي يأتي بعد كل إدانة وكل شجب وكل بيان استنكار كما حصل في بيان القمة العربية، مزيدا من بناء الوحدات الاستيطانية وتحدي للأمة العربية وتحدي للعالم. مطلوب أن تصعد المقاطعة الاقتصادية للمستوطنات التي بدأت، وأن تصعد أيضا فرض عقوبات على إسرائيل. دعوات الاتحاد الأوروبي الخجولة ضد الاستيطان لا تسمن ولا تغني من جوع كونها دعوات شفهية في قالب نظري، فالأولى للاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة التي يسعى فيها بأن يكون له دور في العملية السياسية اتخاذ خطوات ومواقف أكثر حدة وجدية تدفع إسرائيل للتراجع عن هذه السياسات المنافية للقانون الدولي. لا يرتقي الموقف الأوروبي إلى موقف الجمهور الأوروبي. الجمهور الأوروبي الآن يطالب حكومات أوروبا والاتحاد الأوروبي أيضا يعني أن تكون هناك سياسة واضحة حيال استمرار الاستيطان وحيال استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة الدولة وحقه في الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال. غياب المواقف الدولية والأوروبية الضاغطة على إسرائيل لإرغامها على التخلي عن سياسة الاستيطان والتهويد تشجع الاحتلال على التمادي أكثر فأكثر في الاستيطان وفرض وقائع مشوهة على الأرض لطمس المعالم العربية والإسلامية عنها خاصة في القدس المحتلة. وقف الاستيطان لا يحتاج إلى دعوات وانتقادات خجولة بقدر ما يحتاج إلى خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي تلزم حكومة الاحتلال للكف عن هذه السياسة الاستيطانية التي تدمر حل الدولتين. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. قالت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية بتسلم أن جميع الحكومات الإسرائيلية تعمل على دفع الفلسطينيين وطردهم من المناطق المسمى جيم تحت حجج قانونية واهية على شاكلة البناء دون ترخيص. وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من العام الجاري 168 منزلا وشردت 740 شخصا نصفهم من القاصرين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 46 مواطنا بينهم 35 من محافظات القدس. وأوضح نادي الأسير في بيان له أن حملة الاعتقالات طالت عددا من القاصرين بالإضافة إلى السيدة من محافظة الخليل. أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حالة استنفار عام تشهدها سجون الاحتلال كافة نتيجة انضمام 100 أسير إلى الإضرابات التضامنية المساندة والداعمة للإضراب الأسرى الإداريين بلال كايد وشقيقين محمد ومحمود البلبول. من جهة أخرى يعتزم الأسرى في سجون الاحتلال خوض إضراب ليوم واحد غدا احتجاجا على قرار الصليب الأحمر الدولي وقف الزيارة الثانية شهريا للأسرى واقتصارها على الأسيرات والمرضى والأطفال.
لا تزال فعاليات التضامن مع الأسير بلال كايد ورفاقه المضربين عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري مستمرة في خيمة الوفاء للأسرى في مدينة نابلس، وسط مطالبات بتوسيع دائرة الحراك الشعبي مع قضيتهم. أتوسط أنا أمهات بلال كايد، من أنجبت ومن ربت، اللتان ترابطنا في حيم التضامن والإسناد له ولجميع الأسرى داخل سجون الاحتلال. رسالتهما: كونوا أوفياء أبناء شعبي الفلسطيني لقضية الأسرى حتى تحريرهم. ففي خيمة التضامن مع الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام لليوم 43، ومنذ ساعات الصباح وحتى المساء تواصل الأم وزوجة الأب التي يسميها بلال ميمي كونها أمه الثانية التي ربت الاعتصام. يرابطنا دون كلل أو ملل، يزودنا ابنهما بلال بجرعة يومية للاستمرار والمواصلة في إضرابه لتحقيق نصر حقيقي له على السجان. رسالتي لبلال بقول له يما خليك صامد حبيبي، ظلك ثابت في عالم مثل ما إني. بلال اصحى تنهار قدام حدا حبيبي، اصحى توطي صوتك لحدا ولا توطي راسك لحدا، لأنهم هم بدهم دايرين وراك تطخي لهم، لكن احنا ما بنطخي. بلال بقول له انه يا ميمي ما تخضعش إلهم ولا ترد عليهم ولا انك توطي راسك لليهود ابدا، خليك مرفوع الراس اسد. فهنا ما نستقبلنا قرار الاحتلال الظالم بتجديد اعتقال إداري لبلال 6 أشهر أخرى بعد أن قضى حكمه البالغ 14 سنة ونصف بكل صلابة وقوة، بل ورقصنا على ترنيمة الألم في تحدي واضح للاحتلال وأنه لن يكسر عزيمتهما وعزيمة شعب الجبارين. حراك شعبي باتت تشهده ميادين محافظات الوطن كافة، ففي نابلس اليوم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجبهة العمل الطلابي ورفاق في الجبهة الديمقراطية قد نظموا وقفة تضامن مع الكايد في خيمة الوفاء للأسرى، وسط مطالبات بضرورة اتساع دائرة التضامن الشعبي معه فيما ستشهد خيام التضامن خلال الأسبوع المقبل إضرابا عن الطعام للمتضامنين فيها. الحراك الشعبي أن يكون أكبر وأكبر وأكبر حتى نرتقي لمستوى الحدث، لأن هذا الحدث هو يهم الجميع، وهذا الحدث بات يهدد الأسرى الفلسطينيين في قضاياهم العادلة. أنا بتمنى أن الخيام تعج بالناس كما ستشاهدون في الأسبوع القادم، هنالك إضرابات داخل الخيام. هذا وتشهد سجون الاحتلال حالة استنفار عام نتيجة انضمام أفواج جديدة وصل عددها حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى قرابة 100 أسير إلى الإضرابات التضامنية المساندة والداعمة لإضراب الكايد والأسرى الإداريين. أودعتك يما للي خلتك يما أودعتك للي ما يخون الودائع ربك أولى فيه. تلفزيون فلسطين. وفي سياق آخر، وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مع نقابة الأطباء ومركز حريات اتفاقية تعاون مشتركة حول ملف الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وتهدف الاتفاقية إلى تشكيل لجنة من الأطباء بتخصصات متعددة للاطلاع على ملفات الأسرى من الناحية الطبية وإعطاء التوصيات اللازمة وتقديم الاستشارات الطبية بالملفات المتعلقة بالأسرى المرضى وللطواقم القانونية العاملة بهذا الملف. هذه الاتفاقية جزء من التعاون مع نقابة الأطباء في عدة قضايا. القضية الأولى إدخال أطباء إلى داخل السجون، أحيانا من خلال عملنا يستلزم إدخال طبيب مختص إلى أسير فلسطين لإجراء الفحوصات له، هذا يفيدنا في معرفة الحالة الطبية، وفي ظل أحيانا نتغلب في الحصول على الملفات الطبية للأسرى المرضى نشخص الحالة للأسير المريض، أيضا يساعدنا في الإجراء القانوني في طلب إفراجات مبكرة من قبل لجنة طبية بإفراج مبكر عن هذا الأسير أو ذاك بسبب خطورة حالته الصحية. احنا راح نقوم بتشكيل لجان ومحاولة ابتعاثهم لعلاج الأسرى داخل السجون، وفي نفس الوقت راح نشكل لجان اللي هو لدراسة ملفات الأسرى داخل سجون الاحتلال، مع العلم انه في إهمال طبي واضح في كثير من الحالات، وهون راح نشير إلها وراح ندقق عليها ونكتشف هاي الأخطاء وننوه إلها.
في النقب هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية العراقيب للمرة الواحدة بعد المئة بحجة البناء دون ترخيص. اقتحمت قوة من الشرطة الإسرائيلية برفقة جرافات عسكرية القرية وشرعت بعملية الهدم. أثار فيديو مسجل نشره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السخرية والتهكم في أواسط الداخل الفلسطيني بعدما تقدم الأخير برسالة اعتذار للمواطنين العرب عن تفوهات مهينة أطلقها بحقهم. بعد تصريحاته العنصرية والقوانين الفاشية بامتياز التي تطرح على منصة حكومته بكثافة غير مسبوقة، تقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية اليميني بنيامين نتنياهو برسالة اعتذار لفلسطيني الداخل أثارت السخرية من شخصه الذي لا يخجل من طلب السماح والتكاتف من شعب ينهش بلحمه يوميا ويبني شعبيته على تكثيف أحقاده ضده، حاسبا أنه بذلك سيبيض وجهه أمام الوسط الإسرائيلي والمجتمع الدولي عامة. ونتنياهو يريد بمثل هذه التصريحات أن يتوجه لكسب الوسطيين في إسرائيل في مواجهة الاستقطاب اليميني لبنت، ومن جهة ثانية أيضا ولذلك تكلم في اللغة الإنجليزية، هو يريد أن يقول للجمعيات الدولية واليهود أيضا في أمريكا الذين يضغطون عليهم من أجل المساواة لفلسطيني 48 أنه يعطي هذه المساواة. الأمر الأساسي هو إلى أي مدى بفعل هناك نوايا صادقة. السياسة مع نتنياهو ومن يتابع سياسة نتنياهو يدرك أن نتنياهو لم يكن يوما صادقا مع فلسطيني 48، إنما يطرح مثل هذه القضايا من أجل تحقيق مكاسب شخصية وسياسية له. فيديو مسجل بثه نتنياهو عبر قناة اليوتيوب باللغتين العبرية والإنجليزية طالبا من خلاله الوحدة مع فلسطيني الداخل وأخذ دور فعال لتنمية المجتمع الإسرائيلي، متناسيا تماما ممارسات حكومته القمعية في حقهم، الأمر الذي استدعى لتسجيل مشابه بثه رئيس القائمة المشتركة كأيمن عودي ردد من خلاله معاناة الجماهير المضطهدة التي لا تحصل أدنى حقوقها من هذه الحكومة التي تدعي لمصافحتها. أفخين رصيت لسفر لخا شلمالا من 100,000 إزراخيم عربيين شجارين بكفرين هلو مكرين بنيجين نفتر مهم لهذين لدفريخا لو بعبريت وגם لو بأنجليت פשוט בתיהם אינם מחוברים לחשמל. אין להם אפילו מים זורמים בצינורות, ולא לדבר על מערכת חינוך מוסדרת, בריאות או כבישים סלולים. ما بين السخرية والحنك والاستهتار كانت ردود فعل الداخل الذي اعتبر الخطاب خطوة هزلية لا أكثر، مزح من خلالها نتنياهو أبناء المجتمع العربي الذين تنتهك كرامتهم يوميا ما بين هدم البيوت وإهمال قراهم ومصادرة أراضيهم وترخيص دمائهم بالإعدامات الميدانية، متوقعا تجاوبا مع مغتصبهم واحتضانه أيضا. عقب سياساته القمعية وقوانينه المتطرفة التي تسن يوميا في حق فلسطيني الداخل، رسالة كاذبة ومنافقة قدمها نتنياهو أثارت السخرية والتهكم، كان حريا به أن يتراجع عن فكرتها حفاظا لماء وجهه وصورته الناصعة أمام اليمين المتطرف لا أكثر. من مدينة الناصرة سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين. تمكنت الطواقم الهندسية والفنية في إذاعة صوت فلسطين من تشغيل جهاز البث الإذاعي بقوة جديدة تبلغ 10 كيلو وات على الموجة الرئيسية بهدف الوصول إلى مناطق أوسع على مستوى الوطن وخارجه. في إطار الجهود المبذولة في هيئة الإذاعة والتلفزيون للنهوض بالإعلام الرسمي، تمكنت الطواقم الهندسية والفنية في إذاعة صوت فلسطين بإدارة المشرف العام للهيئة أحمد عساف بتشغيل جهاز البث الإذاعي بقوة 10 كيلو وات بعد أن كان 5 على الموجة الرئيسية ب 90.7 FM، وذلك بهدف الوصول إلى مناطق أوسع في أنحاء الوطن وداخل الخط الأخضر وبعض مناطق دول الجوار. هذا الجهاز كنا نتمنى من قبل سنوات أن يصل إلى إذاعة صوت فلسطين، ولكن كان هناك معيقات. الجهاز قدرته حاليا 10 كيلو وات، وهذا بإمكانه أن يغطي مساحات أوسع من فلسطين، بالإضافة إلى أنه المناطق اللي كان فيها بعض التداخلات آمل أنه أنهناها وسنعمل الفحص اللازم. هذا الجهاز يتميز بنظام مراقبة 24 ساعة من خلال شريحة توضع فيه وترسل للمهندسين المسؤولين إشارات بنوع الخلل الموجود وسببه،
وذلك لضمان ديمومة البث، وبهذا يضمن متابعة الجهاز عن بعد دون الحاجة للتواجد في الموقع. في الجهاز بيكون في شريحة زي شريحة الجوال اللي بنحملها كلنا، بيبعث لنا مسج للمهندس المختص في أي لحظة شو بيصير أي خلل أو أي تغير على الجهاز. فهاي الميزة بتعطينا مراقبة 24 ساعة للجهاز. ويضمن هذا الجهاز المتطور والأول من نوعه في الوطن وصول إشارات البث الإذاعي بوضوح كبير، كما ويعمل على إنهاء التداخلات والتشويش الذي يؤثر على بث ووضوح صوت فلسطين في المحافظات الأخرى، والتي تتمتع أيضا بأجهزة بث يدعمها ويقوي من إشاراتها هذا الجهاز الرئيسي، ليبقى صوت فلسطين صوت الحق وصوت الوطن والمواطن. هذه الشوامرة، تلفزيون فلسطين. نظمت بلدية يعبد غرب جنين ملتقى السلم الأهلي الأول للنهوض بالمجتمع نحو التآخي ونبذ أشكال العنف كافة. سعيا وراء السلم الأهلي ونشر المحبة والألفة في المجتمع، انطلق ملتقى السلم الأهلي في بلدة يعبد غرب جنين بتنظيم من البلدية ومؤسسات المجتمع المدني ومبادرات شبابية. جميعهم التقوا على فكرة نبذ العنف وخلق ثقافة تتبنى منهج السلم الأهلي والأمن والأمان بكل الأشكال والوسائل. دعونا للقاء مجتمعي بشكل كل أطياف المجتمع المحلي من قوى وطنية وإسلامية ومؤسسات مدنية وأهلية للتشاور مع أهلنا في يعبد لتعزيز السلم الأهلي في يعبد وتعزيز دور لجان الإصلاح في يعبد. ندعو أولا التزام الصف الواحد ونشر الألفة والمحبة بين الناس ونشر ثقافة السلم الأهلي في كل مكان حتى يسود الأمن والأمان في بلادنا. المؤتمر ناقش المشاكل التي تقف أمام تطبيق القانون بشكل صارم أو حتى المشاكل التي يحتويها القانون في التعامل مع بعض الأزمات. جاء ذلك بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال، حيث قدموا أوراق بحث وتوصيات عملية. حث الأجهزة، أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بكل مستوياتها من القضاء ومن أجهزة إنفاذ القانون على القيام بدورها وعدم السماح للمعتدين بأن يكونوا أحرار في الاعتداء على أمن وأمان المجتمع. أفكار ووجهات نظر عديدة انبثقت عن هذا المؤتمر، ومن المنتظر بعد ذلك البدء بخطوات فعلية على أرض الواقع من خلال المدارس والمساجد ومؤسسات الشباب وكذلك المؤسسات الأمنية، وسيتم هذا من خلال خطة عمل طويلة الأمد لا ترتبط بالحدث فحسب. يؤكد هذا الملتقى على ضرورة خلق مجتمع خال من الجريمة ينبذها ويحاربها بكافة الأشكال، ويدعو إلى تعزيز ثقافة السلم الأهلي والمحبة من خلال مبادرات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني. من بلدة يعبد غرب جنين، محمد بدارني، تلفزيون فلسطين. تستقطع بلديتا خان يونس ورفح أجزاء من أراضي المواطنين لتنفيذ مخططات على حساب المواطنين وأراضيهم ومنتجاتهم الزراعية. تعمد البلديات والمجالس المحلية في المحافظات الجنوبية إلى استباحة أملاك المواطنين وأراضيهم الزراعية لتنفيذ مخططات وقوانين قديمة لشق الطرق واستقطاع المرافق العامة. هذه القوانين والمخططات تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي الذي لا يتناسب مع التطور العمراني الحديث المراعي لخصوصية الأرض الفلسطينية. في كثير من الأحيان لا تأخذ بخصائص الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، فنرى أنها تقوم باعتماد شوارع هيكلية بمساحات واسعة، مساحة الشارع بعرض الشارع 24 أو 15 متر في مناطق زراعية صرفة لا تحتاج إلا إلى شوارع زراعية لنقل وإدارة العملية الزراعية ونقل الإنتاج الزراعي. يعد الإنتاج الزراعي في غزة هو السلة الغذائية اليومية التي تنزل الأسواق المحلية، إلا أن الاستهداف المباشر من قبل البلديات والمتمثل بشق الطرق وإنشاء المرافق العامة يهدد بشكل مباشر القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه السوق المحلي. هذه القصة قصة خطيرة جدا، وهي بصدد اجتثاث المواطن من الأرض وتصحر الأرض واللجوء إلى الخارج للاستجلاب أو الاستيراد الخضار والفواكه، في حين أن الأرض موجودة
في الداخل. هاي طريق وبفتح كمان طريق بعد 90 متر بفتح طريق وفيها مرفق عام. ايش هو هذا؟ ايش يعني الهدف من هذا؟ مش فاهم. أنا هي بلدية هذه؟ أنا مش فاهم ايش اللي بسووه هذا. هو تدمير المزارع؟ هو مش فاهم ايش اللي بسووه. بلدية رفح من جانبها تبرر هذه الإجراءات بأنها تصب في المصلحة العامة للمواطنين، متجاهلة الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي في الإسراع بتصحر الأرض ودخولها في التنظيم العمراني الذي سيفتك بالأراضي الزراعية. لا يتم نزع ملكية أو أخذ أي قطعة أرض إلا وفق القانون وفق النظام وبعد التشاور مع أصحابه. حتى كمان ذلك يتم في الأراضي الزراعية، يتم استدعاء لجان الأحياء وممثلين السكان والجلوس معهم لعرض المخطط الهيكلي والتفصيل عليهم وأخذ موافقتهم عليه. على ما يبدو أن البلديات والمجالس المحلية ورثت قوانين قديمة تجد صعوبة في التخلص منها. هذا الأمر يجعل الأراضي الزراعية وأملاك المواطنين هي الخاسر الأكبر، يفاقمها ضيق المساحة والكثافة السكانية. من حطاب، تلفزيون فلسطين. يقدم مخيم بسمة القدس الصيفي الذي تحتضنه الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء العديد من الأنشطة الثقافية والترويحية للأطفال بهدف تنمية وصقل مواهبهم. التثقيف الوطني والمدني والدراما والمسرح والكتابة الإبداعية والنشاطات الرياضية والفنون والأشغال اليدوية المختلفة، نشاطات يقدمها مخيم بسمة القدس الصيفي للأطفال الذي تحتضنه الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء بتمويل من اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية. الأنشطة الصيفية أو النوادي الصيفية هي جزء من أنشطة وبرامج الجمعية اللي بتشتغل عليها الجمعية منذ 10 سنوات، اللي بتستهدف فئة الأطفال بشكل عام من فئة 6 سنوات وحتى 18 سنة، بناء وتنمية قدرات ومهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. سعادة الأطفال بهذا المخيم الصيفي بدت واضحة عليهم، فخمس زوايا متنوعة كانت كفيلة لهم ليقضوا وقتا يمزج ما بين الفائدة والمتعة، فجمعت ما بين تعزيز الهوية الوطنية وتنمية المواهب والقدرات لما يقارب 150 طفلا من خلال ممارستهم هواياتهم المتنوعة. ما مبسوط في المخيم، مبسوطين ونتعلم رياضة ورسم ونغني، فنستفيد من هاي الأشياء وتقوينا. هذه النشاطات تأتي ضمن البرامج والأنشطة والمشاريع التنموية والحيوية التي تنفذ على مدار العام مع الشرائح المجتمعية المختلفة، وتركز على الشباب والمرأة والطفل بحيث تنمي العلاقات الاجتماعية لديهم وتدربهم على الاعتماد على النفس والتعاون والتآلف والمحبة. تعزيز الهوية الوطنية للأطفال وتنمية القدرات المختلفة لديهم، هذا هو هدف مثل هذه المخيمات الصيفية التي تعنى بالأطفال بحسب ما يتلائم مع أعمارهم وقدراتهم. وطن بلاص، تلفزيون فلسطين، رام الله. في رام الله نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس لقاء الطاولة المستديرة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الأسواق التجارية للبلدة القديمة في القدس المحتلة، ويضيف اللقاء إلى الخروج بتوصيات عملية من شأنها ووضعها في متناول صانعي القرار والسياسات حول تقوية أسس اقتصاد القدس باعتبارها المركز السياحي ودعم توفير سبل دعم القطاع التجاري والسياحي داخل مدينة القدس المحتلة. سنناقش الوضع بشكل محدد الاقتصادي أو الوضع اللي بواجهه الاقتصاد البلدة القديمة وبالذات السوق التجاري والقطاع التجاري في البلدة القديمة للقدس ضمن رؤية أشمل لاحتياجات صمود أهل القدس وبالذات من خلال تقوية أسس الاقتصاد المقدسي اللي الكل بعرف أهمية البلدة القديمة. وفي نهاية نشرتنا الإخبارية هذا تذكير بأبرز ما جاء في الأخبار. شهدان برصاص الاحتلال أحدهما متأثر بجروحه في مدينة الخليل. السيد الرئيس يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتلكأ في حل القضية الفلسطينية.
تواصل فعاليات تضامن مع الأسير بلال كايد ورفاقه المضربين، وعدد المضربين يتخطى 100. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.